يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل ليس لي أب، أنا رجل ليس لي أب أو من يقوم بتكفل أعباء زواجي الزواج الشرعي، وما زلت طالبا، فهل يجوز لي زواج المسيار؟ وذلك لأنني لا آمن على نفسي من الفتنة. زواج المسيار ما هو من صالحك يا أخي، ما هو من صالحك، وليست فيه منافع الزواج إلا شيء واحد وهو قضاء الشهوة فقط. فننصحك بالصبر. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.